فيه ناس واعين في هذا الابتلاء، كيف أعرف وكيف أعلم إن كانت النعم بين يدي الآن؟ وما أكثرها إن كانت هذه النعم دليل رضا من الله جل وعلا أو دليل سخط من الله؟ كيف أعرف إذا كانت هذه النعمة نعمة أو نقمة؟ الجواب: حتى لا تخدع وحتى لا تغتر، أقول لك باختصار شديد في كلمات واضحة: كل مال بين يديك، كل جاه أنت تملكه، كل سلطان أنت فيه، أولادك، زوجتك، أموالك، أطيانك، عماراتك، أرضك، إن كان ما بين يديك من هذا النعيم يقربك من رب العالمين ويزيدك طاعة وعبادة وسجودا وانكسارا وحبا لله وخوفا من الله ونفقة وبذلا وعطاء، فاسجد لربك شكرا، واعلم بأنه فضل الله عليك، واعلم بأنها نعمة الله لك، واعلم بأنك قريب من الله، واعلم بأنك حبيب إلى الله جل وعلا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاسجد لله وأدم الشكر وزد الشكر لتستجلب بهذا الشكر مزيد نعم الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إنما الأموال بتكتر قوي، والنعم عمالة ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتتكاثر كتكاثر الدود، ما شاء الله الأموال والأرصدة بتزيد، العمارات بتكتر، الأراضي بتكتر، العز والجاه والسلطان بيزداد، وأنت بعيد عن الله، لا تصلي لله، معرض عن الله، متكبر على خلق الله، لا تنفق في سبيل الله، إلى آخر هذه الصفات. اعلم أن ما أنت فيه من نعم إنما هي النقمة، نقمة الله بك، ولكنها تلبس ثوب النعمة. اعلم بأنها المحنة ولكنها تلبس ثوب المنحة. فانتبه، فكم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري، وكم من مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، منافق خبيث، قلبه مليء بالنفاق. لكن المداحين الكذابين، لكن المداحين بالباطل ينفخونه حتى طار الرجل في الهواء، ولم يعد ينظر إلى أهل الأرض إلا من علن، فأصبح لا ينظر إلى الناس إلا كالذر، إلا ويراهم كالذر كالذباب، لأن الناس نفخوا فيه حتى طار في السماء، فأصبح لا يرى الناس إلا من برج عال جدا. وربما يكون الرجل في ذاته وفي أصله متواضعا سخيا كريما، لكن بدوام نفخ النافخين فيه وبدوام كذب الكذابين وتضليل المضللين من المداحين البطالين ارتفع الرجل هذا الارتفاع الذي سيكسر رقبته وسيكسر جناحيه، لا يكسر جناحا واحدا فحسب، بل سيكسر جناحيه إن لم يعد إلى الله ويرجع إلى الله ويعلم أنه مستدرج بنعم الله عليه وبثناء الناس عليه وهو لا يدري. خلي بالك والله، لأن يا ما فيه ناس واعين في هذا الابتلاء. يا ما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله. اقرأوا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون لا يملكون أي شيء، فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. اهدى خلي بالك. فلما نسوا ما ذكروا به، الله، ما فيش فانتقمنا منهم، ما فيش فخسفنا بهم الأرض، ما فيش فزلزلنا بهم الأرض،
ما فيش فأرسلنا عليهم صوت عذاب أو فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية؟ لا 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 لا، أمال إيه؟ فتحنا عليهم. شايف الاستدراج؟ اوعى تغتر بمن يعيشون في الكفر ولكنهم غارقون في النعيم. إياك أن تغتر بمن يغرقون الآن في النعيم وهم مقيمون على معصية مالك الملك ورب العالمين. إنهم مستدرجون من الله جل وعلا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم. يلا خد، عاوز مال خد المال، خد الجاه، خد السلطان، خد الكراسي، خد الزوجة، خد الأولاد، خد السيارات، خد الأطيان اللي انت عاوزه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا خلاص يقول لك يا أرض تهدم عليك أدي، خلاص محدش يعرف يكلمه. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة في أي ساعة من ليل أو نهار. فإذا هم مبلسون آيسون من كل شيء ومن كل صور النعيم التي كان يتوالى عليهم تترى. فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ما تغترش وخلي بالك.